أسعد الله مساءاتكم بكل الخير مشاهدين الأحبة، وعلى دروب المحبة يتجدد بكم اللقاء في أمسية عمانية جديدة، واحدة من أماسي عمان الغالية، ونحن نعيش تحت ظل قيادة حكيمة لمولانا السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله ورعاه وسدد للخير خطاه دائما وأبدا. مشاهدين الأحبة، نقول أسعد الله مساءاتكم بكل الخير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة نهاية الأسبوع من برنامج من عمان، فأهلا وسهلا بكم. قبل يومين تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه وترأس مجلس الوزراء وألقى كلمته المليئة بالإضاءات والإشراقات التي ألهمتنا لحلقة اليوم واستلهمنا منها وأخذنا مواضيع هذه الحلقة التي سنبدأها بإذن الله تعالى مع دور الأسرة والمجتمع في ترسيخ المبادئ والقيم الأصيلة. حديث شائق برفقة الدكتور هلال بن عبد الله بن هلال الخروصي، دكتوراه في الإرشاد النفسي. ومن ثم مشاهدينا الأحبة سننتقل بكم إلى حديث آخر عن أهمية التوعية بفلسفة العمل الحر وثقافته مع الأستاذ عباس بن محمود آل حميد، خبير ومستشار استراتيجي. أما فقرتنا الختامية مشاهدينا الأحبة ستكون أيضا حول حديث أكد عليه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه في رئاسته لمجلس الوزراء الأخير. جلالة السلطان هيثم حفظه الله ثمن الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحد منها. حديث أيضا برفقة الدكتورة أميرة بنت عبد المحسن الرعيدان، طبيبة نفسية أولى بعيادة الإدمان بمستشفى المسرة للطب النفسي. حلقة بإذن الله تعالى نتمنى أن تكون نائلة على إعجابكم مشاهدينا الأحبة. تفاصيل تجمعنا بكم بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. فخر يذكرونه شهد الزبوة الإسماعيلية، دام عزك يا العماني بالمفاخر يذكرونه شهد الزبوة الإسماعيلية، دام عزك يا العماني بالمفاخر يذكرونه شامخ والإسماعيلية. شارع المبادئ والنهج لي يعرفون، سلطنة شرع المبادئ والنهج لي يعرفون، صار للدنيا مثالي دام عزك يا العماني، دام عزك يا العماني بالمفاخر يذكرون شرف والاسم عالي، دام عزك يا العماني بالمفاخر يطرب فؤادي والملا تعزف لحن، كم لها يطرب فؤادي والملا تعزف لحن لحن، في وصفها عذب حالي دام عزك يا العماني، دام عزك يا العماني بالمفاخر يذكرونه شامخ والاسم عالي، ودام عزك يا العماني بالمفاخر يذكرون شامخ والاسم عالي، ودام عزك يا العماني بالمفاخر يذكرون شامخ والاسم عالي،
مدام عزك يا العماني، أسعد الله مساءاتكم بكل الخير مشاهدينا الأحبة، وأهلا بكل من انضم إلينا لمتابعة ما تبقى من تفاصيل برنامج من عمان في حلقة نهاية الأسبوع. قد ينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفعهم من بعده أدب، إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا يلين ولو لينته الخشب. هنا نتحدث مشاهدينا الأحبة عن أهمية ترسيخ المبادئ والعادات العمانية الأصيلة المستمدة من ديننا الحنيف، كما ذكر مولانا أيده الله وحث الأسرة على الأخذ بأيدي أبنائها وتربيتهم التربية الصالحة نظرا لما يشهده العالم من تغيرات في السلوكيات. مشاهدين حديث شائق برفقة الدكتور هلال بن عبد الله بن هلال الخروصي، دكتوراه في الإرشاد النفسي، مساك الله بالخير وأهلا بك في من عمان. الله يمسيكم بالخير وسرور العافية أستاذ محمد، وحيا الله بالمشاهدين الأكارم، وأتمنى أكون ضيف لطيف خفيف عليكم بإذن الله وتكون دقائق أيضا مفيدة. وأنت كذلك، بارك الله بارك فيكم. إذن دكتور، لو تحدثنا مباشرة عن الحديث السامي، كان صاحب الجلالة عندما ينطق نطقا سامي في أمر معين فهو أكيد دلالة كبيرة على أهمية هذا الأمر، فكيف تقرأ هذا الخطاب؟ نعم، حفظ الله جلالة السلطان هيثم، وحقيقة التوجيهات التي ألقاها السلطان هيثم تركز على قضية مهمة، أن بناء الأوطان يرتبط ارتباطا كبيرا ببناء الإنسان. نعم. وكيف يبنى الإنسان إن لم يكن هناك بناء حقيقي يصنع في الأسرة؟ والأسرة هي نواة المجتمع. صحيح. وهذا الخطاب ليس الخطاب الأول للسلطان هيثم، حتى لما التقى بالشيوخ والأعيان ركز على قضية مهمة، وهي قضية تربية الأبناء لا تبنى على مواقع التواصل الاجتماعي. فعلا. وحقيقة هذا الخطاب ينساق حتى مع القرآن الكريم، الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه القضية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ولهذا خطاب السلطان هيثم يؤكد أيضا على قضية التسارع اليوم في هذا العالم. نحن نشاهد اليوم أو نتأمل برامج مواقع التواصل الاجتماعي، هي متسارعة، حتى ولي الأمر لا يستطيع أن يلحق بتلك المواقع، ولذلك صارت اليوم العملية التربوية ليست بالسهلة، عملية صعبة جدا. سابقا في أيام آبائنا وأجدادنا كان المجتمع يربي، والمدرسة تربي، والمسجد يربي، والحي كله يربي. اليوم صارت عملية تربوية فيها الوحدوية، تقوم عملية التربية على الأب والأم. ولهذا الموضوع أيضا يقودنا الشيء بالشيء يذكر إلى قضية من أين تبدأ العملية التربوية. حقيقة العملية التربوية تبدأ قبل كل شيء، قبل أن نربي الأبناء، هو صلاح ولي الأمر. السلام. وهذه ما تسمى التربية بالقدوة، التربية بالسلوك. صحيح. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكما قال الشاعر يا أيها المعلم غيره هلا لنفسك ذاك التعليم أو هذا التعليم، فابدأ بنفسك فانهى عن غيها. هذا ما يسمى بالنمذجة، يسمى بالقدوة. السلطان هيثم كان يركز على قضية القيم، أنا لو أردت أن أربي أبنائي على القيم وأنا أختلف مع تلك القيم في سلوكي وأفعالي، لذلك أول التربية هي صناعة ولي الأمر صناعة حقيقية. فعلا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هذا رقم واحد. رقم اثنين، اختيار شريك الحياة المناسب. اليوم عندنا إشكالية كبيرة في اختيار شريك الحياة، عندنا معايير قد تكون شكلية بعيدة كل البعد عن أبعاد صناعة هؤلاء الأبناء. نعم. لذلك تذكر قصة في الأثر أن أحد العلماء كان عنده طالب، وهذا الطالب اختفى لأكثر من سنتين، فعاد إليه بعد سنتين، فالعالم تساءل أين كنت؟ قال له تزوجت وجئت إليك حتى أطلب منك النصيحة. قال له تفضل. قال انصحني كيف أربي ابني. قال أنت عندك أولاد؟ قال نعم. كم عمر ولدك؟ عمره 4 أشهر. العالم قال كريم حكيمة، لقد تأخرت علي كثيرا. غريبة، كيف تأخرت علي؟ كلها 4 أشهر، الولد ما زال ما يعرف يأكل ولا يعرف يمشي، كيف تأخرت عليك؟ قال افترض أن تأتي إلي حتى أخبرك صفات شريك الحياة المناسب لك. اليوم من إشكاليات تربية الأبناء غياب أحد الوالدين، إما قد يكون غياب حقيقي أو غياب في عملية التشارك في العملية التربوية. لذلك حتى نصنع القيم تبدأ القيم من صلاح الوالدين، وكان أبوهما صالحا. صحيح. أنا لما أنصح الإبن بقيمة الصدق وأنا كل كلامي غير صادق وكلامي غير صحيح،
الابن ستكون نظرته إليه نظرة متناقضة وأفقد فعلا. المصداقية عند الابن فعلا. لذلك مسألة تربية الأبناء أول ما تبدأ بصلاح الوالدين، وهذه ما تسمى التربية بالسلوك أو التربية بالنمذجة أو التربية بالقدوة. لماذا الله سبحانه وتعالى يرسل لنا الأنبياء؟ لماذا يرسل لنا العظماء؟ لماذا في كل الشعوب وكل الأمم يكون هناك نبي أو مصلح؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم صلوا، وإنما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سلوكا لهم. لهذا حتى نتأمل المربي الأعظم هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ابتعد عن كثير من السلوكيات التي كان يقوم بها العرب في تلك الفترة، وكان يختري في غار حراء الليالي ذوات العدد، لذلك كان هو الإنسان المؤهل. أستاذ محمد، لماذا أنا ركزت على هذه القضية واستنبطتها واستلهمتها أيضا من خطابات سلطان هيثم؟ لأن نحن لو حاولنا نغير في الأبناء، الأبناء يشاهدوننا، يشاهدون سلوكياتنا. اليوم بعض الأحيان نريد ننصح الأبناء أن يبتعدوا عن مواقع التواصل الاجتماعي، ونحن غارقون في مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. الكلمة لم يكن لها أي تأثير ما لم يكن واقعنا يسبق نصائحنا ومواعظنا بشكل أكبر. فعلا، هي أنت مثل ما ذكرت دكتور، سابقا كان آباءنا لما يعطوا النصيحة تجد النصيحة آتية منهم وتكرر في المسجد في خطبة الجمعة، تكرر في المحاضرات، يكررها المعلم أيضا في المدرسة بدون أي شائبة. صحيح. اليوم وسائل التواصل الاجتماعي دخلت في البيوت دون استئذان. صحيح. فصار الأبناء معاهم هذه الوسيلة وصارت تؤثر عليهم تأثير، صاحب الجلالة ذكر أنه هي سلاح ذو حدين. نعم. فكيف نستغل السلاح ذو الحد الإيجابي؟ نعم. أنا كولي أمر. طيب، هذا نقطة جدا مهمة. لماذا أولا يلجأ أولياء الأمور إلى إعطاء الأولاد والأبناء الأجهزة الإلكترونية؟ من ضمن الأسباب حتى نتخلص من إزعاجهم، وحتى نتفرغ في أعمالنا وحياتنا ونكون مشغولين بظروفنا الخاصة وبأعمالنا. صحيح. لكن هذه مصيبة كبيرة. مواقع التواصل الاجتماعي أو الأجهزة الإلكترونية، أو قبل أن نتحدث عن هذا الموضوع، ربما في بعض الأحيان نحن في أعمارنا والذين أيضا سبقونا في العمر، ربما يتعاملون مع أبنائهم كما تربوا هم بالطريقة التي تربوا عليها. لذلك الإمام علي بن أبي طالب عنده مقولة رائعة جدا: ربوا أبناءكم لغير زمانكم. اليوم البيئة مختلفة والاهتمامات مختلفة والثقافة مختلفة بشكل كبير. أنا إذا أردت أن أعطي ابني هذا الجهاز الإلكتروني لابد أن أعرف ما هي الأسباب وما هي الفوائد وما هي الدوافع حتى أعطيه ذلك الجهاز. كما قلنا أنه سلاح ذو حدين، لكن للأسف الشديد الهاتف عندما يستخدم عند الأبناء يستخدم لأغراض أخرى، هي متابعة مواقع التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية بشكل كبير. نعم. اليوم منظمة الصحة العالمية تحدثت عن نوع من أنواع الإدمان، هو إدمان مواقع التواصل الاجتماعي. وربما الدكتورة أميرة هي تحدثنا عن مسألة الإدمان بشكل أوسع، لكن الإدمان هو عملية ارتباط، يصبح الإنسان مرتبط ارتباط كبير بذلك الهاتف. فعلا. هذا الارتباط ليس أمرا اعتباطيا، وإنما يؤثر على الأبناء في هرموناتهم، في الدورة الدموية. أيضا عندنا في الإرشاد النفسي الإدمان خاصة بالأجهزة الإلكترونية يؤثر على منطقة تسمى اللوزة الدماغية المسؤولة عن التفكير الإيجابي أو السعادة عند الإنسان. من هنا بدأت تزداد حالات الاكتئاب بشكل كبير. ما كنا سابقا أستاذ محمد نسمع عن طالب في الصف التاسع يفكر بالانتحار، اليوم ربما تدخل في فصل دراسي ليس تشاؤما وإنما بيان للواقع، وربما خطابات السلطان هيثم والتوجيهات ليس اعتباطا وإنما هو يقرأ المؤشرات التي تصل إليه حتى نبين أن هناك خطورة حاصلة. ما كان سابقا الطفل يفكر بالانتحار، ما كان هناك المراهق يفكر أن ينتحر، وفكرة الانتحار يعني أن الحياة أصبح ليس لها معنى. صحيح. ولو تأملت حياة ذلك الطالب تجده 4 ساعات 5 ساعات مع الأجهزة الإلكترونية. نعم. اليوم عرفوا إدمان الأجهزة الإلكترونية أن يبقى الإنسان يوميا ما بين 40 دقيقة إلى 6 ساعات يوميا. ثم ارتباط الأبناء بالأجهزة الإلكترونية خاصة ما يتعلق بالألعاب الإلكترونية يدمر عندهم 3 استراتيجيات مهمة أو 3 مهارات، هي التركيز والانتباه والتذكر. أن فيها سرعة، فيها عدم تركيز، فيها تشتت، فيها ربما الموسيقى التصويرية. نحن المختصين في مجال الإرشاد النفسي لا ننصح إعطاء الأبناء الأجهزة الإلكترونية إلا بعد الصف 12، وإذا أردنا أن نعطيهم أن لا يزيد في اليوم عن 40 دقيقة، والأفضل
أن يكون هو جهاز واحد يتنقل بين الأبناء وبمتابعة الأهل، أما أن ينعزل الأبناء بأجهزة إلكترونية هذا إشكال كبير، والأبناء حتى نتكلم بواقع يحتاجوا إلى توعية حتى يستفيدوا من السلاح الإيجابي. هو في النهاية الهاتف وجد لوسيلة معينة، صحيح، تحولت هذه الأهداف إلى غايات أخرى، صحيح. وهي ما يؤثر على الطالب. إحنا كلنا لربما على الصعيد الشخصي امتلكت الهاتف في الصف الثاني عشر فعلا، نعم. يعني في مرحلة متأخرة، لربما اليوم وجدت البدائل، تحول الهاتف إلى آيباد، نعم. تحول إلى لابتوب معين، صارت الآن متطلب من متطلبات الحياة أنه أنا لازم أعلم أبنائي على هذه الوسائل بما أنها موجودة وخلاص وفرضت علي فرضا، فلازم أعلمهم الطريقة الصحيحة، وهذا ما ذكرته أنت لنا. توجيه أخير توجهه لولي الأمر في استخدامه لوسيلة التواصل الاجتماعي قبل أن ينصح بها أبنائه. أنا أنصح بقضية الحوار والابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي، مع هذا الأمر الذي يكون بين الأهل مع أبنائهم، نعم. الأبناء اليوم لا يتعاملون مع عقول، مع أجساد، وإنما يشاهدون آبائهم أمام الأجهزة الإلكترونية، نعم. الأبناء يحتاجوا إلى حوار، يحتاجوا إلى استماع حتى نفهم همومهم وآلامهم وما يحتاجون إليه، وكيف نستطيع أن نزرع فيهم الهوية الوطنية ونزرع فيهم القيم إن لم يكن هناك حوار واستماع. 100%. شاكرين لك هذا التواجد الدكتور هلال بن عبد الله بن هلال الخروصي، دكتورة في الإرشاد النفسي، حديث شائق بإذن الله يستفيد منه المشاهد الكريم. ليلة سعيدة لك. شكرا لك على ذوقك الجميل أحسنت. الله يسعدك. إذن مشاهدينا الأحبة مستمرين معكم بإذن الله تعالى في برنامج من عمان وفقرات قادمة، فابقوا معنا. ازدياد متسارع يشهده العالم في التوجه إلى العمل الحر كونه يعد أحد مسارعات التوظيف نموا على مستوى العالم. وتماشيا مع هذا التوجه العالمي، وجه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم أبناء عمان إلى العمل على المشاريع الصغيرة والمتوسطة. فالعمل الحر هو ركيزة من ركائز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني إذا ما استثمر بالشكل الأمثل. فقد أكد جلالته وأبقاه الله خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء الموقر، أكد على أهمية توعية الشباب بفلسفة العمل وثقافته السائدة عالميا وضرورة تشجيعهم على خوض مجالات الأعمال الحرة، موجها أيده الله الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات لتهيئة البيئة المناسبة التي تساعد المواطنين على الالتحاق بجميع الأعمال. وتماشيا مع التوجيهات السامية ولتمكين الشباب العماني وصقل تجاربهم في مجال العمل الحر، فقد أطلق البرنامج الوطني للتشغيل مبادرة العمل الحر متضمنة عدة تسهيلات متعلقة بتحفيز أصحاب الأعمال الحرة. وتضمن المبادرة لأصحاب الأعمال الحصول على حلول تمويلية وبطاقة ريادة بجانب نسبة من الأعمال التشغيلية ودعم للرواتب. موجة تغيير تشهدها عدد من دول العالم بالتحول من وظيفة الساعات النظامية إلى نظام العمل الحر، حيث تشير لغة الأرقام إلى أن أكثر من 35% من القوى العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية هم من فئة العمل الحر. وتجلت لي عمان في ظل الغربات قبلة عطش يأكل عمري فارق لي في العمر طبلة وتجلت لي عمان في ظل
وبات قبلة عطش يأكل عمري فرط لي في العمر قبلة. يا مساءات السعادة لكم جميعا مشاهدينا الأحبة، وأهلا بكل من ينضم إلينا لمتابعة باقي ما تبقى من تفاصيل حلقة اليوم من برنامج من عمان. جلالة السلطان المعظم وجه خلال ترأسه مجلس الوزراء الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وتهيئة البيئة المناسبة التي تساعد المواطنين على الالتحاق بكافة الأعمال وأهمية توعية الشباب بفلسفة العمل الحر وأيضا ثقافته السائدة عالميا، وأيضا ضرورة تشجيعهم على خوض مجالات الأعمال الحرة. حديث شائق بإذن الله برفقة الأستاذ عباس بن محمود آل حميد خبير ومستشار استراتيجي. مساء الخيرات ونورتنا في برنامج من عمان. مساء النور أخي محمد، مساء النور، حياك الله يحفظك. عندما يستمع المشاهد الكريم إلى كلمة العمل الحر، فإن هناك ولو تعريف بسيط نعرف عليه ومن ثم سنخوض الحوار إن شاء الله تعالى. شوف، مفهوم العمل الحر مفهوم قديم. نعم. بالإنجليزي يسموه فريلانس. صحيح. بالإنجليزي يسموه جيج إيكونومي. نعم. اقتصاد الخدمات المستقلة. هو مفهوم قديم، لكن اللي الآن خلاه يتغير. نعم. وياخذ هذا الزخم اللي أخذه هو دخول التكنولوجيا. فعلا. الآن في العمل الحر، إيش يعني العمل الحر؟ يعني ما في رب عمل واحد للموظف. في الوظيفة التقليدية الموظف عنده رب عمل واحد يداوم عنده من الصباح إلى المساء أو وقت معين. نعم. 8 ساعات يقضي يوميا عنده ويستمر عنده كوظيفة. نعم. الآن في مفهوم آخر، أنت كموظف تخدم عشرات أرباب العمل. يا سلام. وهذه الأرباب ما هم أنفسهم باقيين مثل ما هم. نعم. هم يتغيروا حسب مهمة إلى مهمة. يا سلام. في هناك فضاءات، منصات إلكترونية في الفضاء الافتراضي تربط ما بين أصحاب العمل وما بين الموظفين. نعم. يصبح الموظف عنده يقدم خدمة لهذا رب العمل في ساعة معينة في وقت معين، أو يؤدي مهمة في اليوم الثاني يقوم بوظيفته لرب عمل ثاني. نعم. تربط هالعملية كلها المنصة الإلكترونية. نعم. اللي يشتغل فيها الموظف إما على حسب الساعات أو على حسب المهام اللي يخلصها. يا سلام. نفس اليوم ممكن يخدم 5 أرباب من العمل، يقدم حل هذه خدمات افتراضية. نعم. ويقدم حل ذاك أيضا ويقدم حل الثالث والرابع، كل واحد حسب الوقت اللي يحتاج له. يا سلام. تنتهي حاجة الرب العمل له، ينتهي التعاقد، يحصل هو فلوسه، لكن يشتغل لأرباب عمل ثانيين. نعم. وهل مجرا ما جالس في مكان الوظيفة، وإنما يشتغل من بيته وليس عمل روتيني. وليس عمل روتيني. نعم. وما من بيئة محددة، وإن ما في بيت محدد أو مكان محدد، وين ما يكون يقدر يشتغل، يشتغل على من جهاز الكمبيوتر. يا سلام. فعنده الحرية وعنده الوقت اللي يحدده، ويقدر يحدد عدد الساعات اللي تشتغلها. نعم. ويتقاضى الرسوم حسب العرض والطلب في السوق. يعني إحنا نقدر نقول من اسمه عمل حر، إذا أنت حر وطليق فيه، حتى لو كنت تملك وظيفة أو عندك عمل روتيني، فعملك الحر أيضا لن يرتبط على هذا المكان اللي أنت فيه. بإمكانك خلال ساعات العمل، خلال ساعات ما بعد العمل، تعمل على عملك الحر. اليوم أستاذ عباس أريد أتعرف على بعض الأرقام، بعض الأحصائيات اللي تهم الآن المواطن وهو يشاهد هذه الحلقة، إنه في فعلا دفعة كبيرة في مجال الأعمال الحرة. العالم توجه بقوة للأعمال الحرة. نعم. حقيقة الآن هذا ضروري جدا، كلنا ندرك هذه الحقيقة. زمان كان العمل التقليدي هو السائد. نعم. الآن العمل التقليدي يندثر، يعني حسب انتويت 2020 تقرير انتويت 2020 انه 80% من الشركات الكبرى تخطط للتوظيف من الفضاء المستقل، من الفضاء الافتراضي. نعم. من الخدمات المستقلة، ما تعين موظفين فول تايم. فبالتالي اذا انت كنت تبحث عن وظيفة
بدوام كامل صعب تحصلها في الوظيفة التقليدية لأنه هي انتقلت إلى الفضاء الافتراضي. الحاصل الأرقام، أنا أعطيك مجموعة من الأرقام. في أمريكا الآن 40% من القوى العاملة في أمريكا، يعني قرابة تقريبا 57 مليون شخص ما شاء الله في أمريكا يشتغل في الفضاء الافتراضي. نعم، في العمل الحر. نسبة كبيرة جدا. نسبة كبيرة. نعم، راح يزداد عددهم إلى حلول عام 27 إلى 87 مليون شخص. ما شاء الله. يعني تقريبا 50% من القوى العاملة في أمريكا. نعم. 40% من الجي دي بي في مصر سنة 2018 كان جاي من اقتصاد الخدمات الافتراضي، من الناس اللي يشتغلوا في العمل الحر. يا سلام. مساهمة الشركات الصغيرة عام 2013 في الاقتصاد الأمريكي، مساهمة الشركات الصغيرة المملوكة لأصحاب العمل الحر، العمل الحر اللي يشتغلوا عمل حر، نعم، كان 2.4 تريليون دولار. ما شاء الله، جميل. اللي شكل 17% من الجي دي بي تبع أمريكا وقتها. جميل جميل. عام 2020 اللي يشتغلوا العمل الحر مباشرة قدموا ما يقارب 1.2 تريليون دولار للاقتصاد الأمريكي من الموظفين الأمريكيين. أرقام كبيرة، أرقام خيالية حقيقة. العالم الآن معظمه متجه في حسب أبورك، إحصائية أبورك، إنه العدد اللي يدخل في اقتصاد العمل الحر يتضاعف 3 مرات في أمريكا، يتضاعف 3 أضعاف تزايد عدد السكان أنفسهم. ما شاء الله. فبالتالي تلقائي العالم كله يتجه للعمل الحر. جميل. الآن عندك حسب إحصائيات مجموعة الموارد البشرية مين باور جروب، هو كل سنة يشوفوا عجز المؤسسات الكبيرة من الموارد البشرية من الكفاءات. بدأوا العملية من 2006. نعم. و16 سنة صارهم الآن. كل سنة العجز على الكفاءات في التوظيف التقليدي يتزايد. العجز يتزايد. في عام 2008 كان 30%، وجلس يتزايد سنويا كل سنة ورا كل سنة. سنة 21 كان نسبة العجز 69% من الكفاءات. ما شاء الله. يعني كل 7 من 10 شركات تعاني مشكلة في توظيف الكفاءات، ما تحصلهم. الآن سنة 22 وصلت النسبة 75%. يعني كل 3 شركات من 4 شركات، من بين 4 شركات تعاني عجز، مشكلة حقيقية في توظيف الكفاءات. نعم. السبب لأن الكفاءات معظمهم الآن ينتقلوا للفضاء الحر. أيوة. هناك هم يقدروا يكسبوا أكثر بكثير مما يكسبوا من الراتب. فعلا. ومع حرية أكبر بكثير. فعلا. عشان كذا 84% من اللي يشتغلوا في العمل الحر أبدوا أنه يعيشوا أسلوب حياتهم اللي يعجبهم. فعلا. وأنه هم أكثر سعادة ومرتاحين. نعم. بينما فقط 54% من اللي يشتغلوا الوظيفة التقليدية عبروا أنه هم يعيشوا حياتهم اللي هم يريدوها. نعم. حتى الأمان الوظيفي، غالبية اللي يشتغلوا في الاقتصاد الخدمات المستقلة في العمل الحر يشعروا أنه عندهم أمان وظيفي أكثر بكثير من الأمان اللي يتسم فيه صاحب العمل التقليدي. نعم. لأنه هذا ممكن يطرد من عمله بسبب الظروف الاقتصادية، بينما هذا هو رب عمله نفسه. فعلا. وهو يخدم كثير من أرباب العمل. نعم. بغض النظر ذيك الشركة تفلس أو ذيك الشركة تفلس، دائما في حاجة لخدماته. صحيح. وحاجة متزايدة. نعم. فتلقائيا الأرقام تتصاعد. تتصاعد. ومثل ما زمان نحن في بداية العصر النهضة الأولى. نعم. كان في نزوح من كل مناطق السلطنة، محافظات السلطنة إلى مسقط. صحيح. لأن الوظائف تمركزت في مسقط. صحيح. الآن الوظائف ما في مسقط، في كل مكان. في كل مكان في الفضاء الافتراضي. يا سلام. فكل اللي مطلوب من الناس إذا جو مسقط قد ما يحصلوا وظيفة. نعم. لأن الوظائف تنتقل تلقائيا الفضاء الافتراضي. عشان كده 80% مثل ما خبرتك. نعم. في يفكروا الشركات الكبرى، 80% من الشركات الكبرى تخطط أنه توظف موظفيها من خلال الاقتصاد الخدمات المستقلة. فعلا. فإذا تريد وظيفة ما راح تحصلها في الفضاء التقليدي، في الجو التقليدي. نعم. بتحصلها في الفضاء الافتراضي بالطريقة اللي تريده براتب أكبر من اللي تحصله في الوضع الطبيعي. يا سلام. طيب أستاذ عباس، إذا بنتكلم الآن عن بعض الصفات، بعض المميزات الموجودة في الشخص، لأن الآن مثلا صار الأشخاص عندهم نوع من التخوف، يعني يقول مثلا أنا الآن بروح أفتح عمل حر لربما أدفع فيه مبلغ، لربما أخسر، لربما ما أتوفق فيه. إحنا نريد نتكلم عن الجرأة، المبادرة، المميزات اللي تتواجد في صاحب القرار أنه يتخذ عمل حر. شوف، الناس أعداء ما جهلوا.
الناس أعداء ما جهلوا. أعداء ما جهلوا يا صاحبي. حقيقة ما في أي خسارة أو أي مخاطرة في دخولك للفضاء الافتراضي. ما في أي مخاطرة. لأنه كل اللي تحتاجه هو جهاز كمبيوتر وهو موجود عند كل واحد تقريبا الآن. وإرادة. رغبة. كثير يتصوروا لا زال في ثقافتنا موجود إنه اقتصاد الخدمات المستقلة هو فقط للي عندهم كفاءات. هذا ما صحيح. اقتصاد الخدمات المستقلة يبدأ عندك من البيسك، من الأساس، اللي يبدأ بكتابة الإيميلات أو بالمساعدة أو بأشياء بسيطة اللي تحصل على ثلاث دولارات في الساعة، اللي حتى لو عندك ثانوية عامة، حتى لو ما عندك ثانوية عامة تعرف تكتب وتقرأ، تقدر تشتغل وتقدم في خدماتك. حتى لو ما عندك لغة إنجليزية، في هناك منصات مثل مستقل، مثل خمسات، هذه منصات عربية للكادر العربي. فحتى إذا ما عندك لغة إنجليزية ممكن تشتغل في منصة مستقل أو خمسات. كل اللي مطلوب منك فقط أنك تبذل جهد، تتعلم. لازم تفهم كيف يشتغل عمل السوق، كيف آلياته، وهذا عن طريق المشاهدة والمراقبة وتبدأ. أيوة، في شيء مهم جدا جدا جدا، مو الكفاءة، الإثكس، المثاليات، الأخلاقيات العمل. في الفضاء الافتراضي إذا أنت ما التزمت بأخلاقيات العمل، انت بغض النظر ايش هي كفاءتك ومقدار كفاءتك، لو كنت عبقري ما مثلك حد في زمانه راح تقضي على نفسك. لان المطلوب هناك انت شقد ملتزم بالكلمه اللي تقولها فعلا، بالعقد اللي اتفقت عليه، بالوقت اللي حددته، انت شقد ملتزم باسلوب العمل، التعامل جيد مع العميل فعلا. لانك تبيع خدماتك، وكل منصه عندها في شيء اسمه تراك ريكورد، تسجيل تاريخي لعملك. فكل ما تقدم خدمة صاحب العمل يعطيك تقييم. نعم. فإذا أعطاك تقييم سيء وإذا تراكم عندك التقييم السيء، صحيح، ما حد راح يجي يستخدم خدماتك حتى لو كنت عبقري. يا سلام. بينما لو كنت أنت بسيط في أدائك وقدراتك، بس أنت ملتزم بكلامك وأسلوبك طيب وكلامك وملتزم عند كلمتك وجميل في تعاملك، نعم، وتقدم خدمات اللي تقدر عليها في مستواك، تلقائياً عملاء يعطوك تقييم جيد، وانت تقييمها لك راح يزداد، وبالتالي الطلب راح عليك يزداد. وهذا ما يحدث ايضا في المنصات كلها. ولو لاحظنا ان الاعمال الحره اللي بدات بمشاريع صغيره، فيسبوك، سناب شات، الانستغرام، هذه كانت مشاريع تخرج بسيطه في مجموعه بسيطه وتحولت الى شركات عالميه. صحيح، بالضبط بالضبط. هذا بالضبط، اللي يحدث بالضبط، يعني بالضبط، بالضبط. والله الاستاذ عباس بن محمود آل حميد، خبير ومستشار استراتيجي، اتمنى ان تكون حلقات كثيره حقيقه برفقتك، ونستمع منك لهذه الكلمات التشجيعية للشباب العماني. وكلمة توجهها، تفضل. آخر واحدة، آخر كلمة، خذ راحتك، خذ راحتك. إنزين. في مفهوم خاطئ أيضا، نعم، وضروري نحن نفهمه. العمل الحر مرتكز في أذهاننا، أذهان الناس، إنه هو للباحثين عن عمل. خطأ. حلو حلو. العمل الحر، نعم، اقتصاد الخدمات المستقل أنا أحب أسميه، نعم، أو جيج إيكونومي، هو حقيقة للأفراد، للمؤسسات الصغيرة، للمؤسسات الكبيرة والعملاقة، وللحكومة، للدولة هنا، للوطن كله، للوطن كله. جميل. مؤسسات الصغيرة، أفراد، سواء كان طالب في الجامعة، أنت تقدر تشتغل بمبالغ بسيطة، 10 دولارات في الساعة في مجال تخصصك، إذا كنت تدرس IT أو كنت تدرس محاسبة أو كنت تدرس موارد بشرية أو ترجمة ترجمة أو تسويق أو غيره، تقدر تقدم خدماتك، تشتغل لك 2-3 ساعات. أول شيء بتقوي مهنتك وبتكتسب خبرة بتضيف لسيرتك الذاتية، وثاني بتكسب مبلغ فعلا يوصل تقريبا في حدود 10 دولارات أو 7 دولارات للساعة الواحدة. جميل. وهذا مبلغ جميل. إذا كنت ربة بيت تخرجتي وجلستي في بيتش، تقدري من بيتش وين ما كنتي في السلطنة تشتغلي في اقتصاد الخدمات المستقلة وتكسبي مبالغ كبيرة حلوة، نعم، وانت جالس في وقت فراغك فعلا. إذا كنت متقاعد عندك مجال كبير جدا أنك تشتغل، إذا كنت باحث عمل، إذا كنت مؤسسة صغيرة، نعم، ما فقط تقدر توظف ناس يقدموا لك خدمات، تقدر تزيد منتجاتك وتبيعهم، وتقدر تمدد نطاق خدماتك لخارج السلطنة عن طريق الفضاء الافتراضي. جميل. ومن دون ما يكلفك ولا بأسة. إذا كنت مؤسسة كبيرة، أكبر مشكلة إحنا نعانيها الآن المرونة، التغيير، لأنه الاقتصاد يتغير، الواقع، البيئة تتغير، البيئة الخارجية، نعم، وهذه الطلب تغير شديد ومستمر فعلا في الموارد. وأكبر مشكلة نواجهها
نقص القدرات والمهارات وهي تتغير المهارات، مهارات المستقبل معروف انه الحين 50% في عام 25 راح تتغير المهارات. نعم. فانت تقدر تلجا لاقتصاد الخدمات المستقله لتوظيف عدد كبير من الموظفين، وما محتاج تجيبهم بدوام كامل عندك، وانما تستعين فيهم من الفضاء الافتراضي. تحتاج مدير مشاريع، تحتاج فعلا. مساعد. الدوله كدوله نحن عندنا دراسه انه اذا ركزت على موضوع اقتصاد الخدمات المستقله راح تقدر تجيب ايراد يفوق ال 20 مليار ريال عماني. دائما بدايه الغيث قطره، والبدايه الصغيره هي اللي تصنع الاشياء الكبيره. شاكرين لك هذا التواجد الاستاذ عباس بن محمود ال حميد، خبير ومستشار استراتيجي، وليله سعيده لك يا رب. شكرا اخي العزيز محمد، اشكرك على هذه الاستضافه، والى لقاء اخر ان شاء الله. باذن الله. شكرا اخي العزيز. ايضا تلبيه الدعوه. مشاهدينا الاحبة مستمرين معاكم، فاصل قصير ولنا عوده باذن الله. مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية من أكبر المشكلات التي تعاني منها دول العالم، لما لها من أضرار على النواحي الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية. سلطنة عمان سخرت كل الإمكانات المادية والبشرية لمكافحة هذه الآفات، وترجمة لكل هذه الجهود تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية 2023-2028 من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، والتي سيتم تنفيذها في المرحلة القادمة مواجهة للتحديات التي تمر بها السلطنة ودول العالم في الحد من هذه الآفات. وتقوم الجهات المختصة الرسمية والمجتمعية بالكثير من الأدوار والجهود التي تتكامل للتصدي لهذه الآفات، وذلك من خلال مجموعة من الممارسات، منها الوقاية والتوعية والعلاج والتأهيل وإعادة الدمج. تقارير الأمم المتحدة ربطت بين ارتفاع معدلات انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية وتزايد الأمراض وانتشار الجريمة. ولعل الأسباب الرئيسية لانتشار المخدرات والمؤثرات العقلية ضعف الوازع الديني والتنشئة الاجتماعية غير السليمة، بالإضافة إلى التفكك الأسري وغياب الحوار بين أفراد الأسرة. الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خارطة الطريق لتوجيه وتوحيد وتكامل الجهود لمجابهة ومكافحة هذه الآفات. فلنتعاون معاً لتبقى سلطنة عمان خالية من المخدرات والمؤثرات العقلية، ليبقى هدفاً وطنياً واجب التحقيق. عطش يأكل عمري
لي في العمر قبلا وتجلت لي عمان في غنى الغربات قبلا عطش يأكل عمري فقط لي في العمر قبلا. تجلت لي عمان في ظن الغربات قبلة فعلا مشاهدينا الأحبة، وأسعد الله مساءاتكم في يوم الخميس وأنتم تنعمون برفقة الأهل والأحباب. مشاهدينا جلالته ثمن الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والحد منها، مؤكدا جلالته حفظه الله على أنه قد تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بسلطنة عمان للأعوام 2023-2028 برفقتي الدكتورة أميرة بنت عبد المحسن الرعيدان، طبيبة نفسية أولى بعيادة الإدمان بمستشفى المسرة للطب النفسي. مساء الخيرات دكتورة، وحياك الله في برنامج من عمان. مساك الله بالنور والسرور، شكرا جزيلا على الاستضافة. دائما لما نتحدث عن الإدمان، الإدمان في كل شيء مش فقط في المخدرات، لكن هنا بنتكلم عن المخدرات وإدمانها في تعريف بسيط، لأن حديثنا إن شاء الله تعالى سيطول عن الاستراتيجية إن شاء الله. المخدرات هو مصطلح يعني في مجمله، إذا حاولنا نبسط كلمة المخدرات، كلمة مادة مخدرة هو ما يغيب العقل وكذلك يسكنه. فبالتالي إن إذا أخذ أي مادة تعمل هذا التأثير فأنا الآن دخلت فيما نسميه حالة من تخدير العقل. نعم. هذا بالمصطلح البسيط. جميل. والإدمان هو أنك ما تقدر تعيش إلا بتعاطي هذا الشيء؟ الإدمان الآن هو عبارة عن حالة من الاستخدام المتكرر الدوري لأي مادة مخدرة لفترات طويلة، وكذلك تعدد في الأنواع اللي يستخدمها الشخص لحد ما يصل إلى مرحلة قهرية اللهم ما يصبر عنها. اللهم إذا حبينا نقولها بالمصطلح البسيط، فبالتالي الآن يصير عبد لهذه المادة وأصار الآن مدمن على هذه المادة. اللهم استعان. طيب دكتور، ماذا تعني لنا إحنا اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات ل 2023-2028 اللي وجهها جلالته؟ نعم، نحن نثمن صراحة ونشكر اللفتة الكريمة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله. آمين. على متابعته واهتمامه الكبير. نعم. بموضوع مكافحة المخدرات. نعم. والمؤثرات العقلية، وكذلك توجيه للجهات المعنية خاصة اللجنة الوطنية والجهات الحكومية الأخرى خاصة الجهات الأمنية في التصدي لهذه الظاهرة، ومباركة جلالته لهذا الاهتمام من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات. نعم. للفترة 2023-2028، وفيها تأكيد وتوجيه كذلك للجهات المعنية. جميل. لتنفيذ الإجراءات اللازمة. ممتاز. في دعم تنفيذ البرامج وأهداف هذه الاستراتيجية. هذا الاهتمام بحد ذاته يحمل صراحة اللجنة الوطنية والجهات المعنية مسؤولية وبذل جهد كبير من أجل الوقوف على تحقيق الأهداف المرجوة، وكذلك في نفس الوقت تعتبر حافز لمزيد من العطاء وكذلك تطوير الخدمات العلاجية والتأهيلية في مجال الإدمان. هم قد هذه المسؤولية بإذن الله تعالى، وتمشي الاستراتيجية على ما يريده وعلى ما يريد جلالته حفظه الله. إذا بنتكلم عن الجانب الآن النفسي شوي، إيش الدوافع اللي تخلي الشخص يتعاطى هذه المخدرات؟ نعم، هناك دوافع كثيرة تتفاوت في مستوياتها، قد تكون على مستوى الفرد نفسه. الشاب أو الشابة قد يكون بسبب الفراغ، رغبة في يعني تجربة شيء جديد، يعني أبغى أجرب، فضول. قد يكون أحيانا في نوع من الشخصيات الحساسة فيميل إلى يقول نعم لكل شيء ما يقول لا، فقد يكون هذا أحد الأسباب. يتأثر برفقاء. يتأثر، نعم. قد يكون هو عنده رغبة ينضم إلى شلة أو مجموعة من الأصدقاء، فريد يعني يمشي في دربهم. أحيانا قد يكون يعني بعد
وضعف الوازع الديني احدى الاسباب في الشخص نفسه. بالاضافه قد يكون الشخص عنده افكار مغلوطه عن موضوع المخدرات انها تساعد على تحسين التحصيل الدراسي. ففي بعض الشباب ياخذوا حبوب احيانا منبهه بحكم انها تساعده على الدراسه واجتياز الامتحانات، وهي ايضا مضره له. نعم نعم، وفي هناك مفاهيم اخرى انها تساعد على تقويه العضلات وبناء العضلات، خاصه الان صار عندنا نوع من التوجه المجتمعي بسبب تأثير وسائل وقنوات التواصل الاجتماعي في التأكيد على أهمية المظهر الخارجي. نعم. فالآن كذلك الأمر بالنسبة للفتيات اللجوء إلى أحيانا صالونات ومراكز تجميل لعملية التنحيف وكذلك أخذ الحبوب اللي قد يكون ما معروف مصدرها. الله. فهذه المعلومات اللي ما دقيقة قد تجعل الشخص يدخل في هذا الباب. جميل دكتور، احنا متواصلين معك بإذن الله تعالى ومع المشاهدين الكريم، فاصل قصير ولا نعود بإذن الله. مشاهدينا الأحبة، نحن برفقة الدكتورة أميرة بنت عبد المحسن الرعيدان، طبيبة نفسية أولى بعيادة الإدمان بمستشفى المسرة للطب النفسي، وحديثنا حول المخدرات وإدمانها. مشاهدينا، وصلنا مع الدكتورة إلى حديث العلامات أو احنا نسميها الدوافع اللي تخلي هذا الشخص يدمنها، وتكلمنا عن الدوافع الشخصية. دكتورة، نكمل الحديث عن الدوافع، ذكرتي لي أن هناك دوافع أخرى. نعم، قد تكون أسرية، مثلا في مشاكل أسرية، قد يكون طلاق أو أحيانا عنف منزلي، قد يكون هناك نوع من كذلك الغياب لغة الحوار، وهذا أبرز موضوع يعني يكون أنا وجهة نظري هو المطب الأساسي اللي قد يعني يدخل في الشاب او الشابه في موضوع الادمان. طيب، هو يعتبر هروب من الوضع اللي هو فيه، يعني هذا الوضع الاجتماعي يخليه يهرب الى الادمان، ولا هو نوع من النسيان؟ نعم، هو هذا الان المعلومه المغلوطه ان هي نوع من الهروب من المشاكل، لكن ينسى انه يفتح يعني مداركه ويرجع لنفس البيئه ونفس المشاكل. هو دخول لعالم من المشاكل الاخرى. نعم، وغير احيانا قد يكون تدليل زايد من الاسره. فتفكر ان انا ما اعطي واخليه يسافر واخليه يعني يعيش حياته من دون اي رقابه يعني اسريه، هذا نوع من يعني المحبه. نعم. والتدليل الزايد قد يكون له اثار سلبيه كذلك. هناك دوافع اخيره اذا نختصر الحديث، دوافع مجتمعيه، قد يكون احيانا عدم توافر المراكز الترفيهية للشباب لقضاء وقت الفراغ، تنمية المهارات. نعم. استغلال الوقت الأمثل في يعني تنمية الذات، هذه كلها معايير قد تؤدي في يعني بطريقة أو أخرى إلى هذا الباب. كذلك الإعلام المضلل. نعم. ترويج لبعض المواد المخدرة دون رقابة، هذا أحيانا تجعل الشاب عندهم الآن بتأثير السوشيال ميديا مثل ما نلاحظ الممثل المميز المؤثر الاجتماعي وغيره من الأمور الآن تخليهم يحاولوا يتبعون خطاهم من دون إدراك ومن دون وعي، غير الضوابط الأمنية، وكذلك يحتاج تغليظ الأحكام فيها. نعم. احنا نقدر نقول إن ما بين قوسين بعد هذه الدوافع كلها أنه ما في عذر لتعاطي هذه المخدرات، نسأل الله السلامة. طب دكتورة، كيف نتعامل إذا وجدنا، أو مثلا ما هي الآثار الجسدية الآثار النفسية اللي تخليني أعرف أن هذا مدمن ولازم أتخذ إجراء معين؟ نعم، هذا مهم جدا أن الأسرة في المقام الأول هي الصراحة
اللي المكتشف الأول. المكتشف الأول. نعم. وخاصة الأم إذا نقول، لأن الأم أكثر يعني حضورا في المنزل من الأب حكم العمل معظم الأوقات. نعم. فهناك قد تكون مظاهر جسدية وأحيانا سلوكية. جسدية متمثل أحيانا قد يكون في علامات على استخدام الإبر أحيانا، أو قد يكون هناك كذلك بعض المشاكل الصحية متمثلة في القيء، إحمرار العين، الحكة الجلدية. هذه كلها مظاهر جسدية قد الأم أو الأب ينتبه إليها. هناك مظاهر سلوكية تتمثل في الانعزال، ما يكون مع العائلة كثير برا البيت، يتهرب من الجلسات، عنده نوع من العصبية، نوبات الغضب أحيانا. نعم. أي نعم، كثرة طلب المال، أبغى فلوس بشتري شيء معين، يميل إلى أحيانا الكذب عشان يحصل على مبتغى. قد يميل كذلك للسرقة عشان يبيع بعض الأشياء في المنزل لشراء المادة للأسف. فهذه كلها مؤشرات أتمنى الأهالي بشكل عام أن تأخذ يعني احتياطها وتنتبه لها قدر طيب الصحة. دكتورة، في حال اكتشاف هذا الأمر وفي هناك وعي في المنزل تجاه هذا الأمر، أنا سمعت عن مركز التعافي. نعم. ما دوره خلال هذه الفترة في الحد من هذه الظاهرة؟ قبل مركز التعافي يعتبر هذا الرعاية اللاحقة نحن نسميها. جميل. في مرحلة أولى هي مرحلة تشخيص الحالة، لأن هناك كثير تبعات صحية ونفسية مترتبة على التعاطي. معا. فبعض الأشخاص يصلهم أمراض، مثلا قد تكون أمراض عدوى مثلا مكتسبة بسبب الحقن على سبيل المثال، التهاب الكبد الوبائي جيم، الإيدز لا قدر الله، نقص المناعة المكتسبة. هناك أمراض نفسية، اكتئاب، اضطراب وجداني، كذلك اضطرابات الاضطهاد وغيرها من المشاكل. هذه ما يتم تشخيصها إلا عن طريق التقييم المبدئي. ففي البداية الشخص نوضح لكل الأسر أن العملية مجانية، وما يحتاج الشخص إلا أن يروح يطلب الخدمة، وسرية أيضا. نعم، هذا أول مطلب أساسي هو تحقيق الخصوصية والسرية للمريض، مهم جدا. نعم. فالأهل مثلا إذا الشاب أو الشاب تعذر الوصول إلى المستشفى لطلب الموعد، ممكن الأهل يعمل الموعد، والشخص لما يحضر المستشفى يتم تقييمه على مستويين. المستوى الأول عمل الفحوصات الطبية اللي تمثل في فحوصات الدم المهمة عشان نقف إذا كان عنده أي نوع من الاختلالات الطبية اللي يحتاج تدخلات علاجية. والجانب الآخر اللي هو الفحوصات النفسية، التقييم النفسي، بالإضافة لعمل فحص البول. فحص البول عشان نتعرف عن المواد اللي هو يتعاطاها الشخص. لما ذكرنا السرية، لأن عادة التقييم يكون فردي، يعني نستدعي الشخص بذاته، ومن ثم نستدعي الأسرة إذا عندها إضافات أخرى على ملاحظاتهم عن سلوكيات مثلا هذا الشخص المتقدم للخدمة. نعم. بعد ما يتم التشخيص والتقييم المبدئي يتم وضع خطة العلاج. خطة العلاج تنقسم مرحلتين. ممتاز. المرحلة الأولى التخلص من السموم اللي بسبب تعاطي المواد، هذا قد تأخذ أسبوع تقريبا في المستشفى عن طريق التنويم، ومن ثم يتبعها البرامج التأهيلية اللي هي تحاول قدر استطاع أن تشجع الشخص وتحفزه على تغيير السلوكيات الإدمانية والسعي إلى السلوكيات الصحية. نعم. هنا الآن في بعض الأشخاص يحتاج وقت أطول في موضوع يعني تقوية الإرادة، يعني أحيانا قد يكون في بعض اكتشاف متأخر. أي نعم، يحتاج وقت أطول. نعم، فمنهم حتى لو اكتشاف مبكر بس هو يحتاج تأهيل لمدة أطول. هنا الآن ندخل في مركز التعافي، لأنه يقدم خدمة طويلة قد تصل إلى من 6 شهور إلى سنة. أنت الآن ممكن تدخل في برنامج مكثف. نعم. إذا ما عندك أي مثلا أي نوع من الحواجز، قد تكون عمل أو قد يكون مثلا أي أمر قضائي، ممكن تقضي فترة أطول في عملية التأهيل. جميل جدا. الدكتورة أميرة بنت عبد المحسن الرعيدان، طبيبة نفسية أولى بعيادة الإدمان بمستشفى المسرة للطب النفسي، شاكرين لك هذا التواجد، وبإذن الله تعالى ظاهرة تنتهي من مجتمعنا. إن شاء الله نأمل السلامة لكل الناس، ونسعى إن شاء الله يا رب نحو مجتمع آمن من خطر المخدرات المؤثرات العقلية إن شاء الله. إذن مشاهدينا الأحبة، احنا هكذا نكون ايضا قد وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم، حلقة نهاية الاسبوع، اجازة نهاية اسبوع جميلة برفقة اهلكم واحبابكم. تقبلوا تحياتنا فريق من عمان بقيادة الاستاذ عبد الله العمري، ومن اعداد خالد باوزير. دمتم بخير. ماني بي غيرك بلد، عاشقينك للابد. ماني بي غيرك بلد، عاشقينك للأبد.